هذا سائل يقول: هل يجوز للنساء الإحرام بالنقاب والبرقع؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم من سبق وأن أحرمت بذلك؟ لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة الإحرام، لا تلبس النقاب، ومثله البرقع ما تلبسه وهي محرمة. لكن من لبسته وهي جاهلة ولم تعلم الحكم فلا شيء عليها، أما إن كانت لبسته وهي عالمة أنه ما يجوز، أو نبهت على أنه ما يجوز بقي عليها، ما وخرته ما أزالته، يكون عليها فدية، يكون عليها فدية الأذى، وهي ذبح شاة في مكة، أو إطعام 6 مساكين في مكة، أو صيام 3 أيام. نعم.